وللحديث أكثر عن الانتخابات التشريعية الفلسطينية ومحاولات تأجيلها ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني عماد أبو الروس. أهلا بك سيد عماد. بداية، هناك حديث عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية بحجة عدم رد الكيان الصهيوني إجراء الانتخابات في القدس المحتلة. برأيك ما الأثر الذي سيتركه تأجيل الانتخابات على الوضع الفلسطيني ومواجهة الاحتلال الصهيوني؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا أود أن أؤكد بأن الفصائل الفلسطينية منذ البداية حكمت على فشل عقد الانتخابات منذ اليوم الأول من اجتماعها وتوافقها في القاهرة في جلستين تم التوافق فيهما على شكليات بما يخص الانتخابات، ولم يتم التوافق على موضوع مواضيع جوهرية مثل ملف القدس وملف الانقسام الفلسطيني الداخلي. كان الأولى من الفصائل الفلسطينية التوافق أولا بما يخص ملف القدس، لأنه من المعروف بأن عقبة الاحتلال لا سيما ما بعد الحصول على الاعتراف أو الإقرار الأمريكي من الرئيس ترامب في أن القدس هي عاصمة موحدة للاحتلال الإسرائيلي، كان الأولى من الفصائل الفلسطينية التوافق على كيفية آلية تنفيذ هذه الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال الإسرائيلي. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، يعني تحدثنا منذ البداية بأن فكرة الانتخابات كفكرة دون تجاوز دون حل مشاكل إفرازات الانقسام تعتبر فكرة خاطئة وقد تكرس الانقسام بشكل متزايد وبشكل أكبر، خاصة بأن الآن قرار التأجيل يأتي بشكل فرادي من محمود عباس دون التوافق مع الفصائل الفلسطينية، دون التوصل لرؤية شاملة. نعم سيد عماد، على ذكرك للرئيس محمود عباس، إلى أي مدى ترى أن السلطة نوعيا ترغب في تأجيل الانتخابات وتركن إلى موقف الاحتلال لتمرير رغبتها هذه؟ نعم، يعني هو أنا كما أقول لك منذ البداية السلطة الفلسطينية لا تفكر في عقد الانتخابات. فكرة الانتخابات جاءت مع ضغوط أوروبية للسلطة الفلسطينية لتكريس مبدأ الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية ومشروطية التمويل من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، لكن محمود عباس بالتحديد شخصية غير قابلة لتتحدث في قصة الانتخابات. أكبر دليل على ذلك هو تكريس التفرد في السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وحل المجلس التشريعي ما قبل ذلك. لذلك حركة فتح أو بالتحديد محمود عباس لا يوجد لديه رغبة في عقد الانتخابات، وهو يعلم جيدا بأن هناك قد يكون تكون هناك بعض الالتفافات ضده خاصة في ملف الرئاسة الفلسطينية وإبعاده عن الساحة الفلسطينية. في سؤالي الجديد لك سيد عماد، يعني كيف ترى موقف حماس من تأجيل الانتخابات؟ يعني أنا باعتقادي موقف حركة حماس جيد لكن جاء متأخر. كان الأولى في جلسة الحوار القاهرة رقم 2 في مارس الماضي، كان الأولى بدل التوافق على شكليات الانتخابات التوافق على جوهريات الانتخابات. ملف القدس هو جوهر الانتخابات. لم تجلس الفصائل الفلسطينية على الإطلاق وتتحدث لتذليل العقبات من أجل تصويت المقدسيين في القدس، وهم يعلمون جيدا بأن لا انتخابات بدون قدس. وأنا أقول لك بأنه فعلا لا انتخابات بدون قدس، وأيضا من الخطأ تأجيل أو إلغاء الانتخابات بحجة الموافقة الإسرائيلية الأصل التوصل لاتفاق وتوافق لإجبار وحتى ليس إجبار لفرض واقع الانتخابات الفلسطينية في القدس دون إذن الاحتلال الإسرائيلي. المحلل السياسي الفلسطيني عماد أبو الروس كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.